النهارده موجودين في المركز الثقافي الفرنسي عشان نشوف ونعيش فعاليات مهرجان لقاء الصورة الثامن. تعالوا بينا بسرعة نشوف المهرجان. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا الكيك المصري، تحيا مصر. السنة دي في كذا حاجة جديدة، إن عدد الشركاء أو المنتجين للأفلام زادوا. يعني عندي مدرسة الفيميس، عندي المعهد العالي للسينما المصرية اللي هما الاتنين موازيين لبعض، عندي مدرسة الجزويت للسينما ودي مهمة جدا وبحييها على الشغل اللي هي بتعمله كويس. عندي شباب المستقل اللي هو بيعمل الأفلام بتاعته. بجانب ده عندي رئيس لجنة التحكيم مهم جدا اللي هو رئيس مهرجان فيد مارسي، وده من أهم المهرجانات الأوروبية. المهرجان النهاردة السنة دي مختلف شوية لأنه هو يعتبر دي أول دورة بعد الثورة، بعد ما أفلام اتعملت، لأنه هو السنة اللي فاتت اتعمل بس كان بعد شهرين من الثورة، فما كانش في كمية أفلام لحقت انها تتعمل او تخلص بتتكلم عن الثوره. فكون المهرجان يبقى بيقدم فيلم نص ثوره وبيتكلم عن ثوره 25 يناير، واغلب الافلام سواء الروائيه او الوثائقيه فيها لمحه من الثوره وفيها يعني لمحه من الاحتجاج شويه، غير نوعيه الافلام اللي كانت بتتكلم عن الاعتراض بس بشكل خفي شويه. فأعتقد من أسامي الأفلام وأنا شفت بعضهم إن دي الطابع العام للمهرجان، إن هو أغلبها حتى الروائي والتسجيلي بيتكلم أو فيه روح من الثورة. يعني أنا أحيي وأشكر جدا اللي بيقدروا المهرجان. المهرجان ما بيتعملش في يوم وليلة، إنك أنت تجيب لجنة تحكيم الحمد لله التركيبة صعبة جدا، سواء جون بيير رام أو أمير العمري وناقد سينمائي ومدير مهرجان الإسماعيلية، واكيد هياخد افلام يعرضها. يبقى انا الهدف بتاع المهرجان ماشي في خطه السليم، ان انا اعرف شباب السينمائيين على المستوى المحلي والعالمي ان جون بيير رام لازم ياخد افلام مصريه معاه وهو مسافر مارسيليا. يبقى ده هدف مهم جدا. الهدف الثالث من لجنه التحكيم محمد حوزي منتج وسيناريست ومتحمس قوي للشباب. عندي احساس انه هو اكيد هيتفق على الاقل مع مخرجين جداد من الشباب الموجودين وهينتج لهم افلام.